اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا فيك وحياك الله. سعداء جدا اليوم تكتمل الفرحة بوجود انا مبسوط اكثر منكم الفنانة نوال الزغبي والفنان مصاري وايضا محمد حمائي من جمهورية مصر العربية. حياك الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. ميرسي. شكرا. خلص الكلام يا محمد. خلص الكلام. يا رب ما يخلص عمره. سواء اسم الألبوم أو خلص الكلام. ألبومك جميل جدا. خلص الكلام وما شاء الله يمكن تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الألبوم. شيء أيضا يثلج الصدر لا شك. وأنت أكيد سعيد باكتساب هذه الشريحة الكبيرة من المعجبين والمحبين لفنك من خلال جمهورية مصر وأيضا لبنان. اكتشفنا من خلال هذا الجمهور وحب الفنانة نوال أكيد وحرصها ومشاركتك معنا في هذا الحلقة. أنا كمان بموت فيها. على فكرة أنا وياك كنا عم نغني الغنية معك ومساري عم تزقف لك. يعني كلنا منسجمين ومبسوطين فيك. أنا سعيد جدا جدا يمكن أكتر منكم كلكم النهاردة أن أنا موجود معاكم لأن ده بيشرفني ومبسوط جدا بالجمهور الجميل ده. كيف يقدر يحافظ الفنان من خلال محمد على مستوى ووجوده مع محبة هؤلاء الجمهور؟ اولا انا عايز اقول انه يمكن الفنان عموما بياخد الطاقه بتاعته من حب الجمهور. يعني حب الجمهور هو اللي بيخليه يشتغل اكتر وبيخليه يحاول يعمل حاجات احسن ويتقدم اكتر. لانه بجد انت ما تقدرش تقدر لذه حب الجمهور لما بتعمل حاجه جديده بتعجبهم. لما بيقابلوك في الشارع يقابلوك في اي مكان يسلموا عليك يقولك احنا بنحبك وبنحب شغلك. دي ليها قيمه كبيره قوي عندنا. فاحنا بناخد الطاقه دي من حب الجمهور. واعتقد كمان الطموح بيفرق كتير. يعني طموح الفنان كل ما كان بعيد كل ما بيخليه يشتغل اكتر. لو طموحك قريب انك مثلا تبقى مشهور فبقيت مشهور اعتقد انه خلاص بتبقى وصلت للي انت عايزه فما بتشتغلش تاني. لما بيكون الفنان طموحه كبير اعتقد بيشتغل اكتر وعمره الفني بيبقى اطول. نعم جميل جدا. مصاري بالنسبه لك انت يعني اعتقد المسؤوليه تكون اكبر كونك تبي تجمع ما بين أكبر قدر من الجمهور كونك متواجد في بلد آخر غربي يتكلم لغة ثانية وعادات وأيضا هناك أطباع أخرى وتتجه أيضا إلى مسقط رأسك نقول المكان اللي أنت انطلقت منه أو ولدت فيه اللي هو لبنان. يمكن تكون المسؤولية أكبر كونك لغات أيضا ما بين وبين واختيارات. أكيد صح أصعب بكتير بس بنفس الوقت أنه أنا حاسس بقلبي أنه أنا خلقت لهالشيء وبتشكر الله كل يوم انه عم يعطيني القوه والصبر وعم بيسر لي اموري لاقدر بشر بالخير لاقدر اعطي جمهوري اللي بده اياه. ومن نسبه الاغاني وكمان انا كثير باخذ وقتي مع الفانز تبعي كل حفله بعملها. لا راح يخلونا نحكي ان شاء الله ايضا اختياراتك هناك الكثير من التعاون معك كتكنيك الاغنيه كتوزيع كموسيقيين في فاكيد هناك اختيارات وانتقاءات لازم يجب ان يكون على المطرب اختياراته. يمكن احنا عندنا في الوطن العربي يختلف هذا الموضوع كونهم معروفين ومعروفه الشريحه اللي نتوجه لها بس انت لا مجتمع في مجتمع واحد يمكن يكون الوصول لها صعب. فيالي تكلمني عن ألبومك أيضا والتكنيك اللي انت اخترتها في هذا الألبوم من كلمات وغيره وموسيقى. أنا الألبوم تبعي كان كل غنية كتبتها عن إشي صارت معي بحياتي أو صارت لحدا حوالي أو شيء إنه حسيت فيه كإنسان وشيء يمكن الكل يحسوا فيه مثل الحب والغرام. وكمان الواحد لما في اختلاف بين العالم كمان انه هذا شيء كثير جدي بالحياه. ف I took all that into consideration. حطيت كل الاحساس ببعضها وحطيتها بكل غنيه قد ما فيي عبر عن احساسي انا شو كنت بعمل اذا كنت بهالموقف مثلا. فهالشيء كمان رده الفعل الجمهور كانت كثير منيحه لانه حسوا معي لانه جيتهم بطريقه انسانيه كانه انا هيك صاير معي وهن قالوا مزبوط نحن كمان هيك صاير معنا. فهذي ريليت وذ مي. توافق جميل جدا ما بينك اكيد وما بين اطلقته وتقبل الجمهور له. حرصت ايضا الفنانه الكبيره نوال الزغبي ان ايضا حرصتي في فتره سابقه الاجاده بالوصول الى اكبر شريحه من الجمهور. غنيتي بالخليجي
غنيتي ايضا اتجهتي للمصري كثير لبناني ايضا وطربي في بعض الاغاني وغنيت جزائري. كيف لقيت صداها الاغاني اللي انت قدمتيها للشعب الجزائري؟ كثير كثير لقيت صدى كثير حلو ونجحت يعني، وحتى هون نجحت. جميل. يعني بلادي نجحت كثير وحبيب ديالي بروح كانت. هل هي اغنيه جزائريه بروح لبنانيه؟ يعني انت حسيتي لا 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 كان الملحن جزائري وانت في الغنى حتى كان في هاجسك انه ابي اوصل للجزائري في نفس الوقت ابي اللبناني؟ لا أبي انا مش عم غني جزائري لاوصل للجمهور الجزائري، انا مثل عم اقدم تقدير لل الله، هيدا تقدير بقى. وحتى وقت غنيت غريب الراي انه كنت موجوده بالخليج كمان تقديرا مني، بس دائما اللبناني بيغني اللهجه اللبنانيه وبلاقي حاله دغري راع المصري اقرب. ايه انه كمان الاصوات العمالقه الكبيره نحن تربينا عليها وكبرنا على هالاصوات مدرسه، ان كان بما انك كمان زمان يعني النجوم الكبار والعمالقه اللي احنا تعلمنا منهم كتير ما كانوش مصريين لكن كانوا عايشين في مصر وبيغنوا مصري، يعني مثلا استاذ فريد الاطرش. نعم. مثلا اسمهان وفايزه احمد كانت سوريه، في صباح صباح بالفعل تحية لأولاء العمالقة. فيمكن كتير كمان اتعلموا اللهجة المصري بسبب انه كانوا كل الفنانين او نسبة كبيرة من الفنانين العرب زمان بيغنوا مصري وخصوصا في الافلام. جميل جدا. راح نعود اللي كان قبلين الفنانة نوال والفنان ابراهيم الحكمي، في هارموني ما بين الصوتين وما بين الاحساسين نقدر نقول ما شاء الله، وخاصة اغنية خليجية يعني هي اكيد كلمات الشاعر سعود شربتلي والحان الملحن الموسيقار الكبير عبد الله القعود، تحيه لهم. يعني الحكمي بنحبه كثير بلبنان على فكره، واغنيته الجديده مبدع فيها، وكل الموبايلات غنيت حكمي بقى من الاصوات الرائعه جدا جدا جدا، وكنت كثير حب يكون بهالحلقه. كلك ذوق والله، وانا جدا جدا مبسوط اني بينكم، وصراحه عند ست نوال ولا بركات ولا كل الفنانين الموجودين اصدقائنا والكل موجودين والكيب والكل موجودين، صراحه مبسوط بينكم وحبكم كثير والله.